راح احشيها زبد واخليها تختمر فتره 5 دقائق. الفروستينج مال باباروتي عندي بيضة واحدة، 50 غرام زبدة، ربع كوب سكر بودرة، ربع كوب طحين، ملعقتين كبار نسكافيه، ملعقتين كبار مي، ويا شوية دارسين. هسه ورا ما خبطت المواد مع بعض راح اخليها بكيس حلواني، اخليها على عجينة الباباروتي اللي حشيناها زبدة وحشينا قسم منها جبن كيري.